السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم دائما وأبدا من هنا ومع برنامج ترحيب ومع مواضيع أيضا مميزة، فأهلا وسهلا بكم مجددا. كما يسرني أيضا أن أرحب بزميلي خالد النعمة. مرحبا ومسهلا يا أبو ثامر، حياك الله ويانا. يا مرحبا، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة، أكيد نتابع مع بعض مواضيع مهمة مع ضيوف أيضا متميزين، هذا وإلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات وفي أبرز عناوين حلقة اليوم. معالي رئيس مجلس الوزراء يدشن المرحلة الأولى من مشروع خزانات المياه الكبرى الاستراتيجية. اللجنة الدائمة الموحدة تستقبل مرشحي ضباط الجهات العسكرية. المركز الإعلامي للشباب يطلق مبادرة بعنوان بإعلامنا نرتقي. إذن أعزائي المشاهدين، في البداية دشنا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تشغيل المرحلة الأولى من مشروع خزانات المياه الكبرى الاستراتيجية لتأمين المياه بمشروع أم صلال. تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، دشنت المؤسسة العامة للكهرباء والماء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية لتأمين المياه. تم اليوم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى لدولة قطر، طبعا هذا المشروع هو من المشاريع الرئيسية وهو يعتبر الأساس لموضوع الأمن المائي في دولة قطر. هذا المشروع راح يضيف كمية تخزين إضافية حوالي 1400 مليون جالون، السعة التخزينية الحالية هي 900 مليون جالون، وبهذه الإضافة اللي تعتبر أكبر إضافة في تاريخ دولة قطر راح تصبح السعة الإجمالية 2300 مليون جالون، وهي كمية ضخمة تكفي احتياجات الدولة في التشغيلية للمرحلة القادمة. طبعا هذا المشروع مر في مراحل عديدة من عملية التصميم والتنفيذ، وشارك فيه عدد كبير من المقاولين، حصة المقاولين القطريين حوالي 60% من المقاولين اللي عملوا في هذا المشروع. واجهتنا الكثير من المصاعب والتحديات، وكان من أصعب هذه التحديات طبعا الحصار الجائر اللي فرض على دولة قطر، مما أدى إلى تأخير في عملية الشحن وإلقاء بعض الشحنات وعدم القدرة على تصدير عدد من المواد إلى دولة قطر، ولكن تمكننا بفترة وجيزة جدا من إيجاد البدائل واستخدام طرق متنوعة لحل هذه المشكلة، واستخدمنا الشحن الجوي واستخدام أكبر طائرة في العالم لنقل مضخات وأنابيب، وتمكننا اليوم من تشغيل هذا المشروع بالجودة المطلوبة وبالسعر المطلوب وقبل المرحلة النهائية بستة أشهر. والجدير بالذكر بأن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينها لمختلف المناطق. طبعا احنا عندنا خمس مناطق، هي أم بركة، أم صلال، روضة راشد، وبن خلا، وبعدها الثمامة. خمس مواقع استراتيجية تم اختيارها عالميا حتى تكون هناك مرونة في التشغيل للمناطق، تعتبر هذه الرئيسية، وبعدها يحول إلى المناطق الثانوية إلى أن يصل إلى المستهلك يعني في البيت. طبعا هناك خطوط رئيسية تربط جميع المحطات، وهي مثل حلقة من الشمال إلى الجنوب، وهذا يعطيك مرونة لو تعطل أي شيء في الشمال أو في الجنوب يمكن ضخ من وإلى. يعتبر المشروع العمود الفقري للأمن المائي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقا مع رسالة المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر. بإذن الله سوف يعود هذا المشروع بالنفع والفائدة على أهل قطر. مشاهدينا الكرام، أعلن أيضا التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن فتح التسجيل لمخيم المدينة التعليمية الصيفي لهذا العام الذي يستمر لمدة شهر تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع
والإرث. نعم سالم، بالتأكيد الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد جميل كتيم الشمري، مدير مشروع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. مرحبا ومسهلا فيك بنواف، حياك الله. مرحبا الله عمرك. يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله. الله يحييك، حياك الله يا ابو نواف، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة وكذلك مع هذا الموضوع الصيفي المخيم. مثل ما ذكرنا في بداية هذا التقرير، لو نتكلم عن هذا المخيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكر لكم الاستضافة، وهذا لا غريب عليكم، دعمكم للمشاركات المجتمعية في الدولة بشكل عام، وهذا فخر لنا، وأيضا قناة الريان فخر لنا في هذا المجال. طبعا للعام الثاني وعلى التوالي لله الحمد نقيم المخيم الصيفي المدينة التعليمية. العام الماضي بدينا، نجحت التجربة ولله الحمد، كررناها هذه السنة إن شاء الله تعالى بشكل موسع وبنطاق جديد. المخيم هو لفئة الأعمار من عمر 5 سنوات إلى عمر 12 سنة، يستهدف هذه الفئة بشكل أساسي لأنهم الركيزة الأساسية لدينا بشكل عام، والمخيم مفتوح لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات في دولة قطر بشكل أساس. بدينا هذا الأسبوع من تاريخ 24، الأسبوع الأول انتهى اليوم، بقينا 3 أسابيع إن شاء الله تعالى، الأسابيع الثلاث القادمة بينتهي إن شاء الله في 19/7 مثل ما ذكرت، بدعم من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وأيضا بدعم بدعم كبير من بنك قطر الوطني، وهذا أيضا شيء الحمد لله تعالى نفخر فيه بشكل أساس في مؤسسة قطر. التعليم قبل الجامعي يحرص دائما على الاهتمام بهذه الفئة العمرية من أبنائنا الطلاب بشكل أساس. بالتأكيد منوف، أنا ودي أسألك، اللي أنا فهمت الآن اللي مضى على هذا البرنامج أسبوع، بقي منه 3 أسابيع، هل في آلية للاشتراط أو للمشاركة فيه؟ مثلا اللي الحين قاعد يسمعنا من على الشاشة ودنا يخلي عياله يشاركون في هذا البرنامج، يقول على الأقل يلحقون في آخر 3 أسابيع موجودة. إحنا نتشرف بكل من يرغب بالتسجيل. طبعا إحنا لدينا موقع إلكتروني، هذا الموقع ممكن ولي الأمر يشارك بالفئة العمرية، خصوصا إحنا عندنا هذه الفئات العمرية قسمناها إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى من عمر 5 إلى 7 سنوات، المجموعة الثانية من 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 11، والفئة الأخيرة العمر 12 سنة. ممكن يدخل على الموقع الإلكتروني مباشرة، موقع المخيم المدينة التعليمية، عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو سواء في تويتر موجود الموقع، أو سواء في الانستغرام الخاص في مؤسسة قطر، أو في انستغرام المخيم المدينة التعليمية الصيفي، حسب الشواغل المتاحة للعمر المتاح. إحنا ما عندنا أي شروط للطلبة، أهم شيء يكون في هذا العمر العمرية فيها 5 إلى 12 سنة، ومسجل في مدارس دولة قطر سواء الحكومية أو الخاصة، نرحب بهم أجمل ترحيب في هذا. حلو، خليني أرجع بس نقطة العمر اللي تم اختيار المشاركة في هذا المخيم. 5 سنوات ما أتوقع أنه حتى دخل في الصف الأول ابتدائي. صحيح، هو مرحلة وأنا أتوقع أن هذا السن أيضا يحتاج لعناية خاصة وملاحظة أيضا خاصة، وبالذات من خلال هذا المخيم. صحيح، احنا بالنسبه للعنايه والترتيب لهذا المخيم اخترنا ولله الحمد من افضل المشرفين الموجودين ايضا اللي تقدموا للاشراف على ابناء الطلبه، وخصوصا الفئه العمريه الصغيره. احنا في كل مجموعه لدينا 15 طالب، هناك فصول منفصله للبنين، فصول منفصله للبنات ايضا، هذه الفصول يشرف عليها مشرفين 2، يعني القسم مفتوح او المخيم عفوا للبنين والبنات ايضا. طبعا هو فتره صباحيه من الساعه 8 للساعه 1:30 ظهرا فقط، هذا توقيت هذا توقيتنا، ومقرنا ايضا في اكاديميه العوسج داخل المدينة التعليمية. ممتاز. بالنسبة للإشراف، هناك طاقم متمرس ولله الحمد مجربين في مدارسنا في مدارس المدينة التعليمية بشكل أساس. حلو. وأيضا لدينا متطوعين بالإضافة للمساهمة مع الطلبة أو لأمور في عمليات التسجيل، في عمليات أيضا المتابعة، في عمليات الرد على الاستفسارات ومساعدة الطلبة، وبالذات الفئة العمرية الصغيرة اللي نحتاج فعلا تحتاج رعاية خاصة، وهم ركيزة. احنا الآن صناعة العقول ليس بالشيء السهل، خصوصا انت الآن تغرس في مفهوم لدى الطلبة يعني أفكار، وأيضا تغرس فيهم قيم، تغرس فيهم برامج مشاريع تربوية. صحيح. احنا في فترة إجازة، إذا ما استغلوها الطلبة والطالبات استغلال سليم أعتقد يروح عليهم هذه الفترة هباء. فإحنا دائما ندعو أولياء الأمور، ندعو المجتمع للمشاركة بشكل عام في المخيمات أو جميع نشاط يثري هذا الطالب. التفكير العقلي، النمو أيضا لدى الطالب في هذه الفترة يترسخ لديه للمستقبل، يكون أسهل عليه تقبل المعلومات. بالضبط، هذا اللي إحنا نحرص عليه دائما في هذا. أبو نواف، أنا ودي أسألك شوي عن هذا البرنامج. طيب، قد يتساءل بعض من الناس وش المهارات اللي راح يكتسبها من خلال المشاركة من هذا البرنامج، مع المقارنة أيضا في أماكن ثانية قد تكون مراكز توعوية ومراكز شبابية. صحيح. أيضا عندهم طرح لمثل تقريبا شيء مشابه لمثل هذه البرامج. طبعا من خلال
المهارات اللي يتعلمها الطالب. احنا لدينا ايضا مهارات وقيم في كل نشاط. احنا لدينا ولله الحمد 15 جهه حكوميه، لما نتكلم معاهم نقول دائما نحرص على ان برنامجك او نشاطك يقدم مهاره خاصه للطالب بكل فئه مختلفه، مهاره الاعتماد على النفس، مهاره الصبر، مهاره المسؤوليه، مهاره المشاركه المجتمعيه، وايضا المشاركه والتعاون بينهم وبين الطالب، خصوصا لما يعملون في نظام مجموعات تعاونيه، لما يصنعون بعض المجسمات الخفيفه من بعض الجهات وبعض المراكز. احنا لدينا ايضا ندرب على لغات مختلفه غير اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، لدينا اربع لغات اخرى مختلفه قاعد الطالب يتعلم فيها، اذا ما تعلم بالمشاركه ايضا مع الطلبه كقيمه يحرص عليها. ايضا لدينا مهارات او قيم اخلاقيه وايضا مهارات دينيه، الحمد لله نحرص عليهم انهم يؤدون صلاه الظهر جماعه في المخيم حتى يكسبون ايضا هذا الحس الديني، ايضا نحرص عليهم ان يكونون ايضا لديهم قيم اخلاقيه في التسامح، في السلام مع الطلبه الاخرين. صحيح. الفئه حساسه جدا، فئه الطلاب في هذه المرحله، يعني نحاول دائما نغرس فيها يعني، وبالذات في العمر هذا دائما 5 سنوات الى 12 سنه هذا يحتاج الى جهد مضاعف، جهد مضاعف ومراعاه بشكل ايضا صحيح. اكبر. خلني يعني ابي اخذك يعني الى يعني فكر بعض الناس. صحيح. وراي بعض الناس ان خلال عام منصرم من الدراسه بعد اخذ ولدي ولحقه مره اخرى في دورات. صحيح. ويقعد تقريبا طول السنه هو من دوره في دوره ومن دراسه في دراسه. يعني هل الفتره هذه في ناس يشوفونها فتره راحه ونقاهه، مثلا نقاهه يسافر يعني يكون في امور ترفيهيه اكثر بدل ما انا اكون في التلقين وفي التعليم. صحيح. وفي التلقين وفي التعليم. صحيح. طيب اخذ وجهه نظرك من هذا الجانب. احنا اذا اخذنا دائما اي مشروع بافكاره، وانا ادعو دائما اي شخص انه قبل ان يقدم على اي نقطه يشوف الاهداف ويشوف البرامج اللي تطرح. اتفق معاك، احنا ترى حتى في مخيماتنا نحرص انها ما تكون فقط اكاديميه، احنا مخيمنا اكاديمي علمي ترفيهي، ايضا لدينا برامج ومشاريع مختلفه تماما، ما ندربه او ندرسه على اساس دروس، لا هي عمليات مشاركه. احنا لدينا الحمد لله رب العالمين مثل ما ذكرت لكم ال 15 جهه نحاول نغرس فيهم ان الطالب جايكم من بيئه من ضغط في دراسه اكثر من 8 شهور. نعم. لسه مخلص من اقل من شهر. فنتمنى يكون المخيم محبب للطلاب. صحيح. يعني الدليل على ذلك الحمد لله كل اسبوع هذا عندنا اكثر من 100 طالب، بعض الطلبه أولياء أمور أرادوا أن يستمروا الأسبوع القادم، خصوصا أن التسجيل في الأربعة أسابيع الشهر، التسجيل أيضا متاح كل أسبوع للطالب، يعني فحسب الشغل. يعني عندنا طلاب جدد في كل أسبوع، في بعض أولياء الأمور لله الحمد يعني رغبوا اليوم أن يجددون حسب الشغل. قلنا الهدف أن نترك المجال الأكبر عدد من الطلاب وأكبر شريحة تشارك معنا. طبعا إذا كان لهم شاغر فحياهم الله، وإذا كان لا إحنا نترك المجال للطلاب جدد حتى يستفيدون من البرامج والمشاريع والأنشطة اللي تقدم. إذا سمحوا لي أني أطرح بعض الأمثلة وهذا اللي كنا نبي نسأل عنك. يعني الآن تكلمنا عن المهارات وما يستفاد منها، ولكن نبي نركز شوي أبو ثامر على البرامج اللي راح يتم تقديمها من خلالها. يعني البعض منهم يقول والله برامج فيها في القيادة، فن مثلا التخاطب مع الآخرين. صحيح. مثلا برامج توعوية دينية، يعني بدنا بعض احنا عندنا البرامج الأكاديمية هو برنامج اللغات، مشكورين جامعة حمد بن خليفة قدموا لنا بالنسبة لمعهد اللغات قدموا لنا 4 لغات، اللغة الإسبانية، اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية والبرتغالية، الطالب يدرسهم في خلال الأسبوع اللي مشارك فيه. نعم. هي مهارات التواصل. نعم. يعني احنا يعني ما نتعمق في اللغة، ولكن هي عملية التواصل. عملية الترحيب، عمليات البسيطة. نعم. اللي ممكن يخرج الطالب بمفهوم بسيط من هذه. نعم. الجهات. أيضا الأخوة في متحف مشارب قدموا لنا برنامج مميز في عملية معرفة تاريخ قطر قديما وحديثا في زيارات. ممتاز. المتحف. نعم. مطافي أيضا عندهم برنامج خاص في عمليات الفنون. نعم. مؤسسة دوحة للأفلام أيضا في صناعة الأفلام، آلية صناعة الأفلام اللي تقدم. كذلك لدينا الشقب ولهم الجزيل الشكر في عملية التواصل معهم، هاي السنة الثانية يكون معهم، إن فقط ليس ركوب الخيل إحنا نتعلم، إحنا نتكلم عن أيضا العناية والاهتمام. صحيح. في الخيل. صحيح. كيف تتفاهم حتى مع الخيول، لها آلية معرفة حركتها، لغة التواصل مختلفة. لغة التواصل المختلفة مع الخيول. فإحنا أسبوعيا نتواصل، عندنا يوم كامل في الشقب مع الطلبة جميع الفئات، طبعا من فئة 5 إلى 12 سنة. نعم. هاي بالنسبة للبرامج المحلية. عندنا مراكز أيضا كثيرة مثل ماد ساينس، إنجينيريك فور كيدز، عندنا أيضا
العديد من المشاريع. عندنا الحملة الوطنية للقراءة يقدمون لنا كثير من الكتب والقصص للأطفال. ممتاز. اللي بعد ميسرة سهلة للقراءة. ميسرة ويجاوب نعم. عليها بشكل أساسي حتى نعم. يأخذون جوائز فيها صحيح. بشكل يومي حتى تنمي لديهم هذه المهارة نعم. وهذا المفهوم اللي إحنا ننشده دائما. طيب أنا يمكن أرجع لأدق التفاصيل دائما في مثل هذه المخيمات. خليني أرجع أيضا للتوقيت الزمني. نعم. الساعة 8 لغاية الساعة 1 نقول تقريبا هو نفس التوقيت الدراسي صحيح. نفس توقيت المدرسة دائما. فلو وبالذات نحن في الصيف ودرجة الحرارة راح تكون عالية وهناك أيضا رحلات خارج صحيح. الموقع لبعض الأماكن في الدولة. لو كان هذا البرنامج أو هذا المخيم فترة مسائية فترة مسائية راح يكون أفضل وبالأخص أنه راح يكون تغيير حتى للطالب. أنا صحيح. ما أروح للصباح المدرسة لا أنا أروح في مخيم فترة مسائية من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. أبو ثامر احنا دائما حتى في برامجنا ومشاريعنا نشرك ولي الامر معانا بشكل اساس ونشرك المجتمع. يمكن التجربه الاولى كانت لدينا العام الماضي لما سالنا اكثر اولياء الامور كان الوقت جدا مناسب. مشكله الفتره المسائيه انت عارف ان هناك ايضا الطلبه مع اهاليهم سواء الشباب مع في الميالس او يعني يتسوقون او غير ذلك. ففتره الصبح هي الفتره الاساسيه وايضا الجهات الاخرى احنا بعد مرتبطين بجهات مشاركه ومتعاونه معنا نعم. اكثر عملهم يكون فتره صباحيه فهذه الفتره الصباحيه هي فتره الذروه لدى الجهات وايضا لدى ابنائنا الطلاب. الطالب احنا ما نضغطه في خلال شهر كامل احنا مثل ما ذكرنا هو متاح التسجيل هو اسبوع نعم وفي ايضا طلاب شاركوا فاحنا عندنا الفئه وعدد بسيط خصوصا لما الطالب يكون مع عدد 15 طالب فقط صحيح تكون الاستفاده اكثر الاستفاده جدا كبيره نعم. والله الحمد وهذه نعم. لاحظناها من ردود اولياء الامور لاحظناها من ردود الجهات ايضا المتعاونه نعم. معنا بشكل اساس يعني حتى الان الاخوان في لجنه المشاريع والارث عندنا برنامج الجيل المبهر يقدمون نشاط رياضي يوميا في السباحه والجمباز وكره القدم وهالامور كلها نعم. ففعلا ناخذ الفيدباك منهم من الطالب في فتره الصبح نشاطه ونموه الذهني والحركي صحيح. اكثر من الفترات الاخرى اللي يتبناها نعم. صحيح يعني انا اتفق معك 100% واتفق مع ايضا ابو ثامر في جزئيه من الكلام البعض من الناس قد يفضل ايضا صحيح. الفتره المسائيه كسر الروتين حتى على الطالب نفسه فتره من الفترات يمكن يتم التفكير فيها اذا كان في عدد واذا كان في ذكرتني ابو نواف في برنامج نوماس اعتقد نعم. نوماس يعني ايضا عندهم تركيز هم ماخذين جانب واحد ايضا صحيح. وهو تركيز على البيئه القطريه وايضا الامور الثانيه المتعلقه فيها في الهويه القطريه وما الى ذلك وانا عجبني في البرنامج المزاوج وجه بين العلم وايضا الهويه والتراث فيها نعم. فهذا شيء جميل جدا يعني نتمنى ان احنا نشوف ايضا حتى لو يعني مو شرط التركيز يكون فقط على الخيل ولكن ايضا يتم التركيز صحيح. ايضا على الحلال او حتى لو يعني صحيح. الشحني وميدان الريس يعني والثامر نعم. والله جدا انا اعنيها يعني مهمه جدا ان الواحد يروح يتعرف على بعض الشغلات يعني وهذا ان شاء الله من مشاريع المستقبل ابو ثامر ترى ما يقصر خبير ابو ثامر هو قدوتنا هناك ترى يعني والثامر الله يحفظه يا رب الله يكرمك يا ابا والاجداد نسعد بالحفاظ على نعم دائما صحيح صحيح. طيب خلني ارجع ايضا للمده الزمنيه نعم. اسبوع هل نتوقع ان هذه الفتره فتره راح يتلقى فيها الطالب معلومات راح تكون كافيه ايضا لتلقي هذا الكم من المعلومات اللي ذكرتها والمهارات والتدريب فتره اسبوع سبع ايام يعني. احنا ما عندنا تعليم احنا عندنا تعلم هني الدور على الطالب تماما فترة أسبوع ترى إحنا كمخيم وكنشاط جدا كافية كاكتساب بعض المهارات إحنا ما نتكلم تدريس أو تعليم غير ذلك إحنا اكتساب مهارات معينة اكتساب أيضا قيم معينة هذه القيم تترسخ فيه إحنا على فكرة حتى الطلبة نستفيد منهم طالب لطالب ينقل التعلم بالأقران أيضا التعلم أن كيفية السلام كيفية الترحيب كيفية يكونون صداقات أيضا تفاعلية بينهم حتى بعد المخيم يعني إحنا خلال الأسبوع تعرفوا على بعض الطلاب فيكتسبون أيضا مهارات خصوصا أنهم جايين من مدارس مختلفة يكسر أيضا حجز الخوف اللي موجود فيه ساعد يتعرف على الناس اللي موجودين أخوي خالد نعم. إحنا عندنا طلاب جايين مش من مدارس المدينة التعليمية طلاب حتى من مدارس خاصة مدارس حكومية يعني لما يكون بينهم هذا الرابط يكون جدا جدا إيجابي بالتأكيد نعم احنا نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مثل هذه البرامج صحيح. اللي احنا والله نفخر انها تكون موجوده وتكون صحيح. فيها يعني مهارات وقيم ايضا دائما نوصلها لابنائنا بافضل الطرق اللي موجوده بعيدا عن الطرق صحيح. التقليديه اللي خلص تشبعوهم منها بالضبط. بزياده صحيح. احنا نشكرك على حضورك معنا اليوم في الاستديو السيد جميل كتيم الشمري مدير مشروع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسه قطر الله يوفقك الله يحفظنا واياكم شكرا لكم شكرا على حضورك حياكم الله يا رب الكرام ننتقل معكم إلى هذا الفاصل ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا في سياق هذه الحلقة
حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل. وكما عودتنا الهيئة العامة للسياحة في كل صيف تنظم مجموعة من السحوبات التي تقدم جوائز قيمة للمتسوقين من مختلف المجتمعات أو المجمعات التجارية. نعم بالتأكيد بثامر، اليوم أيضا راح نتابع وياكم مشاهدينا الكرام يمكن يكون هذا السحب الأول لموسم من مجمع للموسم هذا من مجمع اللاغونة، وأكيد بيطلع لنا هذه التفاصيل نديب قناة الريان علي النعمة من هناك، ونقول مساك الله بالخير يا علي. الله يمسيك مثل زميلي خالد انت وزميلي سالم، ومسي على مشاهدين ومستمعين قناة الريان. احنا اليوم متواجدين معاكم في مجمع لاغونا مول للحديث عن فعاليات مهرجان جوائز صيف قطر 2018. أكيد اليوم يعني الجوائز السنة ومشاركة الجمهور المعان المتواجد اليوم في لاغونا مول غير، وأيضا راح يكون شعار المهرجان وتوزيع الجوائز تحت شعار لون صيفك في نسخته الخامسة. الجوائز راح تكون معانا سنة يعني كبيرة وأيضا متغيرة وفيها أيضا مفاجآت حق الجمهور اللي راح يكون معانا وأيضا مشاهدين قناة الريان. الجوائز مشاهدين الكرام وزملائي في الاستديو راح تكون كالآتي: 5 جوائز 20,000 ريال، وأيضا جائزتين 50,000 ريال، وجائزتين 100,000 ريال. خلونا نتعرف أيضا على الضيوف المتواجدين معايا على المسرح. أيضا ضيوفنا في على قناة الريان راح يكون معاي الأستاذ محسن اليافعي من وزارة الاقتصاد والتجارة. أستاذ محسن في البداية راح فيك على قناة الريان. يا مرحبا، الله يعطيك العافية، الله يسلمك، نورنا اليوم على الشاشة. الله يجزاك خير، الله يحفظك. الجوائز اليوم عندنا عديدة وأيضا في مفاجآت في النسخة الخامسة ان شاء الله باذن الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. اللهم امين. وايضا الضيف الثاني راح يكون معنا من الهيئه العامه للسياحه اخوي الاستاذ حمد الخاجه. في البدايه اخوي حمد راح فيك على قناه الريان. الله يرحمك، الله يسلمك. هيئه السياحه دائما مبدعه وفيها افكار متجدده. النسخه الخامسه جوائز عديده وايضا في مفاجات حق الجمهور. صحيح. عطنا نبذه عنها بسيطه. طبعا في كل شهر من خلال المهرجان اول شيء ابتدى تاريخ 14/6 وينتهي تاريخ 31/8. كل نهايه شهر بيكون عندنا سحب جوائز، واليه الجوائز تكون بانفاق 200 ريال في كل عمليه سحب في المجمعات المشاركه. جميل. وانا اتمشى في المجمعات وفي لاغونا مول كثير من الناس يسالون في عندكم مفاجاه، في جائزه في اخر السحب مفاجاه. صحيح. ممكن نعرف فيها الجمهور وايضا اللي يتابعونا على قناه الريان. طبعا اول سحب اللي هو اليوم جوائز ماديه بقيمه 400,000 ريال ما شاء الله، والسحب الجاي في شهر 7 اخر 7 26/7 بيكون بعد كاش بقيمه 400,000 ريال. السحب الاخير بيكون كاش وسياره لامبورجيني 2018. السحب الاخير راح تكون سياره لامبورجيني 2018. للامانه الجوائز يعني تشجعك انك تاخذ 200 ريال كوبون وتشارك ايضا معاهم في مهرجان صيف قطر 2018. مشاهدينا الكرام خلينا نبتدي معاكم اليه السحب ونتعرف مين معانا يعني الفائز الاول. وراح مثل ما ذكرنا معاكم راح تكون جوائزنا كالاتي: اول 5 جوائز بقيمه 20,000 ريال. يلا نبتدي. بسم الله. ايضا المشاهدين الكرام ما يميز مهرجان صيف قطر في مولات قطر يعني الفرق البهلوانيه والموسيقيه اللي نشاهدها في حق عيالنا اللي نشاهدها في المولات، وايضا ما يميز هذا المهرجان تزامنه مع مباريات كاس العالم والحضور الكبير اللي متواجد معانا. خلينا نشوف الفائز الاول. الفائز الاول كوبون رقم 22763 22763، دانا ميمو. ألف مبروك. خلنا نذكر فيها مشاهدينا الكرام الفائز الأول صاحب الكوبون 22763 22763 دانا ميمو. ألف مبروك، أول فائزة معانا بقيمة 20,000 ريال. خلونا أيضا نتعرف على الفائز الثاني وأيضا نشوف مين صاحب الحظ السعيد بقيمة 20,000 ريال في النسخة الخامسة من مهرجان صيف قطر 2018، وراح يكون معنا الفائز بجائزة 20,000 ريال. أكيد طبعا الجمهور المتواجد معنا اللي تابعنا من المسرح المتواجد في لاغونا مول، وأيضا جمهور قناة الريان ومستمعينا اللي يسمعون النوم وأيضا يشاهدوننا في مهرجان صيف قطر. خلينا نشوف الفائز الثاني. الفائز بالجائزة الثانية 20,000 ريال كوبون رقم 43155 43155 عادل محمد. ألف مبروك،
راح نذكر معاكم ايضا برقم الكوبون، رقم الكوبون من اليسار 43155 43155 عادل محمد. الف مبروك ثاني جائزه معنا اليوم في مهرجان صيف قطر 2018 بقيمه 20000 ريال. الف مبروك يا عادل، يستاهل. ايضا راح نتعرف على الفائز الثالث، وتكون باقي لنا فائزين لتكمله الخمس جوائز 20000 ريال، وندخل على المرحله الجديده بقيمه 50000 ريال. باقي معانا ثلاث متسابقين راح يفوزون معانا بقيمه الجوائز الاولى 20000 ريال. تعرف على الاسم؟ الفائز بالجائزه الثالثه كوبون رقم 13188 13188 عمرو محمد مبارك الحداد. عمرو فاز معانا بقيمه 20000 ريال، بنذكر برقم الكوبون 13188 13188 عمرو محمد مبارك الحداد، ثالث الفائزين معانا بقيمه 20000 ريال. حمد، تزامن مهرجان الصيف قطر 2018 مع مباريات كاس العالم. اي نعم. يعني نشوف الجمهور من الساعه مستمتع معانا بالشاشات العملاقه ويتابع، ايش رايك في هذا الاجواء الموجوده عندنا؟ طبعا اجواء حماسيه، وعندنا اصلا بعد منطقه المشجعين في صاله العطيه. جميل. نعرض فيها المباريات. جميل. وحفلات غنائيه وعروض ترفيهيه من اول يوم لاخر يوم من البطوله. الله يوفقكم ان شاء الله. ناخذ الفائز الرابع. الفائز بالجائزة الرابعة كوبون رقم 110801 110801 سهى غزار غزار سهى غزار سهى غزار، الفائزة الرابعة معانا اليوم بقيمة 20000 ريال 110801 110801 سهى غزار. ألف مبروك، قيمة الجائزة 20000 ريال، وهي الجائزة الرابعة من الجوائز الخمسة بقيمة 20000 ريال. خلنا ناخذ الجائزة الخامسة اليوم بقيمة 20000 ريال، واللي راح ننتقل بعدها إلى جائزة أكبر ومبلغ أكبر إن شاء الله. ناخذ الجائزة الخامسة معانا. طبعا أخوي محسن اليافعي عندهم آلية في وزارة الاتصال والتجارة يكون على الفائزين معانا، يكون الاسم صحيح، رقم الهاتف صحيح، وايضا يكون التاريخ صحيح، ومن ثم نعلن حق مشاهدينا الكرام والمتواجدين معنا في لاغونا مول الاسم والفائز. تفضل معنا. واتمنى من الناس هو يسجل الاسماء. جميل. سجلها بخط واضح عشان بس يكون القراءه سهله، وايضا يكون رابح معنا. صحيح. يعطيك العافيه، ذكرنا بالاسم. الفائز بالجائزه الخامسه كوبون رقم 087168 087168 انا لازار. الفائز معانا بالجائزة الخامسة اليوم مشاهدينا الكرام رقم كوبون 087168 087168 ألا لازار. ألف مبروك، قيمة كوبون الخامس 20000 ريال. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما شاهدناكم ومثل ما قلنا لكم راح تكون الجوائز تصاعدية. الآن راح تكون عندنا جائزتين بقيمة 50000 ريال. خلينا نتعرف معانا من الجوائز، وهذه القيمة متواجدة معانا 50000 ريال من صاحب الحظ السعيد اليوم في إجازة الأسبوعية يربح معنا 50000 ريال. تفضل. الفائز بجائزة 50000 ريال كوبون رقم 47978 مخضر خان. مخضر خان، إجازة أسبوعية سعيدة عليك. صاحب الكوبون 47978 47978 مخضر خان. ألف مبروك، قيمة 50000 ريال، وهي الجائزة الأولى، وباقي معنا جائزة أخرى أيضا. طبعا احنا نحاول ان احنا طبعا نغير شوي من آلية السحب، وأيضا نهز مع متابعينا الكرام الصندوق اللي فيه يعني كروت السحب المتواجدة معنا، وأيضا هذه من شفافية السحب معنا اليوم من هيئة السياحة ومن وزارة الاقتصاد مثل ما تشوفونها يعني أمامكم على شاشة قناة الريان. وايضا احنا قاعدين نسمع وقاعدين نستمتع بالفرق الموسيقيه المتواجده معانا في مهرجان صيف قطر 2018 في لاغونا مول. مشاهدينا الكرام ايضا مثل ما ذكر معي اخوي حمد الخواجه راح تكون معنا السحوبات في الشهر القادم، راح يكون معنا في قطر مول، وراح تكون في الشهر الاخير اللي راح تكون فيه الجائزه الكبيره سياره لامبورغيني في دوحه فيستيفال. خلينا نشوف الفائز الثاني. الفائز بالجائزه السابعه كوبون رقم 47477 جيبوكو مان ايضا الفائز بقيمه 50000 ريال كوبون رقم
47 47 7 4 7 4 7 7. جيبوا مون هو الفائز بقيمة 50,000 ريال، وهذه القيمة الثانية اليوم معانا من السحبات. أيضا مثل ما ذكرناكم قبل قليل راح تكون السحبات أكثر وأكثر، وراح ننتقل إلى السحبات 100,000 ريال، وهي عبارة عن جائزتين اليوم. خلينا نتعرف من صاحب الحظ السعيد في نهاية الإجازة الأسبوعية وأول فائزين بقيمة 100,000 ريال ومبارك له. خلينا نتعرف من بعض الكوبونات المتواجدة معانا، وأيضا نشيك من الفائز معانا. ذكرنا لكم مشاهدينا الكرام راح تكون الجائزة الأخيرة، وهي الجائزة المنتظرة سيارة لامبورغيني في دوحة فيستيفال سيتي، راح تكون في آخر أيام السحبات. وهذه من التنويع اللي يعني والتغيير في النسخة الخامسة من مهرجان صيف قطر 2018. صاحب الحظ السعيد الجائزة الأولى بقيمة 100,000 ريال راح يذكرها معانا اليوم أخوي حمد الخاجة. رقم كوبون 47320 47320. أريون إندريان صاحب الحظ السعيد اللي فاز معنا اليوم بقيمة 100,000 ريال في مهرجان صيف قطر 2018. صاحب الكوبون 47320 أريون إندريان صاحب الحظ السعيد، مبروك فوزك 100,000 ريال في نهاية عطلة الأسبوع. أيضا راح تكون عندنا الجائزة الأخيرة، وهي اليوم في سحبات الليلة بقيمة 100,000 ريال في مهرجان صيف قطر، اللي صراحة نشوف الكثير من المتواجدين يحبسون الأنفاس ونقول لهم كلهم رابحين معانا إن كانوا على شاشة قناة الريان أو تواجدهم مع عيالهم لمشاهدة مباريات كأس العالم والاستمتاع بمهرجان صيف قطر 2018. صاحب الحظ السعيد رقم كوبون 115448 115448 برين جورج عبد الرحمن صاحب الحظ السعيد اللي فاز معانا بالجائزة الأخيرة وبقيمتها 100,000 ريال. صاحب الكوبون رقم 115448 115448 أندريان عبد الرحمن صاحب الجائزة الأخيرة وبقيمة 100,000 ريال في مهرجان جوائز صيف قطر 2018. أخوي محسن اليافعي من وزارة الاقتصاد والتجارة، نقول لك اليوم كنت معانا وكنا سعيدين معاك في عملية السحب، نقول بيض الله وجهك على تواجدك معنا قناة الريان. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك وما قصرت إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله السحبات الجاية إن شاء الله بإذن الله. من شوية أنا كنت أشوف معاك متحمس وحنشاهد مباريات كأس العالم، من تشجع في كأس العالم؟ أنا أشجع الأرجنتين والله. الأرجنتين ترى دخلوا 16 نقول يعني بعجوبه ان شاء الله بيقابلون فرنسا، الله ييسر بس ان شاء الله. احنا نتمنى الفوز لجميع الافرقه، وايضا نتمنى مشاهدتهم في كاس العالم 2022 في عاصمه الرياضه الدوحه باذن الله. اخوي حمد الخاجه من الهيئه العامه للسياحه، نقول لك بيض الله وجهك تواجدك معنا وايضا مشاهدتك معنا لبعض المباريات واستمتاع مع الجمهور. ما قصرت الله يسلمك، الله يعافيك واجبنا، الله يحفظك، بيض الله وجهكم. نعم مشاهدينا ومستمعين قناة الريان، كنا معاكم مع إجراء سحبات مهرجان صيف قطر 2018 في نسختها الخامسة تحت شعار لون صيفك في نسختها الخامسة، واللي استمتعنا معاكم واللي فازوا معانا اليوم يعني المشاركين بقيمة 200 ريال في بطاقات لاغونا مول، نقول لكم فرصة سعيدة، واللي فازوا معانا ألف مبروك، واللي ما فازوا معانا أيضا في السحبات قادمة راح تكون الشهر القادم في قطر مول، والشهر اللي بعده راح تكون في دوحة فيستيفال سيتي. زميلي خالد زميلي سالم، الأجواء جميلة عندنا اليوم، وأيضا أكيد الأجواء وتكملة برنامج التراحيب تكون أجمل، شاهدوها على قناة الريان. أخي خالد الكلمة عندك. شكرا لك علي، وشكرا على النقل الحي للناس اللي فازوا، والله يبارك لهم ان شاء الله، وحظ حظ اوفر ايضا سالم حق اللي ما فاز، ونبي نشكر اي والله اللي ما حالفهم الحظ، ولكن ايضا نبي نتوجه بالشكر الى هيئه السياحه على تنظيم مثل هذه الفعاليات وايضا السحبات اللي من شانها ان تضفي النشاط والحيويه على السياحه الداخليه، وبالتاكيد يعني الناس اللي يتسوقون اكثر يمكن يكون لهم نصيب الاسد في الفوز مثل هذه. بلا شك، وباقي الى الان في نهايه الشهر هذا راح يكون فيه ايضا سحبات، وايضا الشهر القادم راح يكون هناك سحبات، فشكرا كل الشكر لهيئه السياحه. نعم والله صدق قبل اطلع الفاصل بقول شيء، ساعات يعني تعرف سبحان الله يعطونا هذه الكوبونات عقب ما تشتري
والله ساعات اتعيز ان اروح وقطها اقول يعني ما اعتقد ان يكون عندي حظ ان افوز يعني. بس جرب خالد. ما والله بجرب. سعد المباركة موفق ان شاء الله. بكتب شيء باسمك ابو سالم. تفضل ابو ثامر. والله بدايتها ما تطمن. اذا فزت ترى من نصيفه ان شاء الله. توكل على الله. ان شاء الله. انا اتذكر على ايامنا قبل هذه المغاطي اللي تفوز فيها بالسياكل وما ادري وشو هاي الوحيده اللي فزت فيها من اول. ما انا حظك حلو ان شاء الله. اي الحمد لله رب العالمين. نجرب ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين مستمرين معاكم ولكن بنطلع الفاصل قصير ونتابع معاكم فقرة الليلة من ترحيب. خلكم معنا. أهلا محظوظ. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل. بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، باشرت اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي الضباط بإجراء مقابلات شخصية مع الطلاب الراغبين بالانضمام إلى الجهات العسكرية. التفاصيل من خلال هذا التقرير. بدأت أعمال اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية للعام الثالث على التوالي، وذلك بتوجيهات من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. وتحرص اللجنة على تطبيق شروط اختيار المرشحين بأعلى درجات الشفافية وفق الضوابط الموضوعة التي تهدف إلى استقطاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة ومنحهم مزايا تنافسية في استكمال مسيرتهم العلمية من خلال الجهات العسكرية. الحمد لله الإقبال كبير لهذا العام. تلقت اللجنة لحد الآن ما يناهز 2200 طلب من كثير الرغبات، تتنوع بين اختيارات بين القوات المسلحة والوزارة الداخلية والأجهزة الأخرى، وهي رغبات متفاوتة. الطلبة لديهم مؤهلات كبيرة، إذا تكلمنا عن استيفائهم بالشروط الموضوعية فيما يتعلق بالسن والمؤهل العلمي، عندنا الشروط أيضا المعايير الأخرى، حصولهم على اللغة الإنجليزية، وأيضا بعضهم حاصل حتى على قبول في جامعات أخرى. رغبة الطلبة أيضا، اللجنة حريصة بأمانة كل الحرص على أنها تحقق رغبات الطلبة وتوجههم أيضا وتصلح لهم المسار في بعض الأحيان اللي ما يكون لديهم من معلومات مغلوطة. نتمنى الحقيقة لكل الطلبة التوفيق في خدمة هذا الوطن الغالي، نحقق سويا رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، ولكم الشكر والتقدير. يشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية مع الراغبين بالالتحاق في الجهات العسكرية المختلفة في الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والعام السابق، وذلك بعد استكمال تقديم الطلبات في الموقع الإلكتروني للجنة. نعم بالتأكيد قطر تستحق الأفضل دوما وأبدا من أبنائها، والله يوفق عيالنا إن شاء الله ويخدمون كافة القطاعات العسكرية بالدولة بإذن الله تعالى، وكل واحد يخدم هذا الوطن من خلال تخصصه ومن خلال المكان اللي موجود فيه، ولكن إخلاص النية هو الأمر البالغ الأهمية. إذا أعزائي المشاهدين، أيضا تعتبر رياضة الغوص واحدة من أكثر الأنشطة اللي تلقى شعبية أو تلقى شعبية أيضا واسعة بين قطر وبين أبناء الخليج أيضا، فضل السواحل المتميزة اللي تتمتع بها الدولة، هذا بالإضافة إلى التنوع أيضا في الحياة المائية والمناظر المميزة في المياه البحرية القطرية. طبعا الغوص هو مو مثل باقي الرياضات، فهو إرث الأجداد والآباء، ولكن بعد فيه جانب يمكن يكون الرسك عالي فيه، جانب الخطورة أكيد. نعم. ومن هنا يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة الكابتن عمرو الحمد صاحب الرقم القياسي القطري الخليجي للغوص الحر، وذلك للحديث عن هذه الرياضة. حياك الله. سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة. سعيد الموجود وياكم اليوم. مرحبا ومسهلا فيك بتميم. حياك الله. نقول لك نبارك لك هذا الفوز وكسر هذا الرقم القياسي، وهذه إضافة لدولتنا الحبيبة قطر في هذا الرقم اللي أنتم كسرتوه.
تكلمنا عنه شوي. الرقم الحين عندنا 94 متر في فئة اسمها نو ليميت أو لا حدود، وعندنا 83 متر في فئة الوزن المتحول. انزل. طبعا في فرق بين بين التخصصين. الأرقام هاي مو بس أرقام قياسية قطرية، بعد أرقام خليجية، وبنحاول إن شاء الله هاي السنة، بس لو صلاح المناعي شد حيله ويانا شوي وعطانا الدعم، إن شاء الله بنحاول نروح لأمية واحد إن شاء الله. إن شاء بإذن الله وأنتم تستحقون الدعم دائما وأبدا، سواء كان من صلاح المناعي ولا نعم. أيضا من كل من يهتم بهذا الشأن ورفع اسم قطر دائما وأبدا عاليا. خلني أرجع للغوص، الإقبال على الغوص الحر مثل ما ذكرنا، شلون شايف الإقبال؟ الإقبال على الغوص الحر جدا كبير عندنا هنا في قطر، لأن الشباب يستعملونه حق الصيد. عادة لو نعطي كورسات خارج الدولة نحصل الناس اللي يمارسون رياضة الغوص الحر مهتمين أكثر في التصوير أو الاسترخاء، بس الشباب عندنا هنا أكثر شيء مهتمين في الصيد بالمسدس. نعم. وصار له هذا طبعا بالغوص. إي أكيد. طبعا تقدر إنك تمارسه بالسكوبة، بس ما يصير إنه رياضة ويبعد السمك عنك. تمارسه بإيش؟ بالسكوبة. تدري ايش اقول بثامر، لان صدق بعض المعلومات يمكن تكون جديده على البعض من الناس، ففصل لنا في هذه الاشياء الثلاثه، يعني معلوماتنا بسيطه، السكوبا دايفنج، الفري دايفنج، والسنوركل، فقول لنا الفرق بين الرياضات الثلاثه. السنوركلينج هو استعمال السنوركل، هذا هو البايب، هذا إيه البايب هاي هو يكون موجود على السطح. أيوه. يكون موجود على السطح، ما في نزول العمق، ما يقدر يغوص. حلو. او يسمونه بالانجليزي السكين دايفر، هاي يكون على السطح. الله لا يراويك بثامر لو دخل عليك من هذا البايب ما يلبحاي تتم طول الوقت بس تقعد تكح. اتوقع هذه التجربه اللي مرت فيها خالد. والله لا يقول، بعدين بقول لك اذا كان عندنا وقت. تفضل. والسكوبا دايفنج اللي هو الغوص بالسلندر. نعم. طبعا الوقت اللي يكون تحت الماء يكون اكثر، ولكن انها تصير في مختلفين فيها شويه، انها هل رياضه او انها اسلوب من اساليب الترفيه. نعم. الفري دايفنج او الغوص الحر هو رياضه تعتمد اعتماد كامل على تخزين الاكسجين في الجسم. فما عندنا اي استعمال لاي ادوات غير النظاره وغير النسم، يعني القدره اني اشيل او اخزن الهواء. طيب انا ابي اخذ وجهه نظرك في مساله الغوص بالغاز. إيه؟ هل هي ترفيه او تعتبر تمرير، رياضه من الرياضات اللي فيها تمرين ايضا للجسم، فيها بيزعلون بعدين من اللي يمارسون؟ لا وجهه نظرك انت فيها السكوبا دايفنج. السكوبا اكثر شيء ترفيهي، او ان تاخذ وقتك انك تطالع الحياه البحريه، تستمتع تحت استمتاع. نعم. في الحياه البحريه الموجوده تحت البحر، تحت الماء. الغوص الحر رياضة، الصيد بالمسدس رياضة، لأن فيها جهد كبير. صحيح. جدا فيها تمرين، فيها اعتماد على كمية الأكسجين اللي جسمك يقدر يخزنها. فاختلفوا الناس شوي بين أن السكوبا، طبعا السكوبا احنا ما نقول أنه مو برياضة، بس أنه أكثر رايحة جهة الترفيه عنها جهة الرياضة. نعم نعم. طيب انا ودي اسالك، شوف انا قاعد اشيل الاوراق اعزائي المشاهدين هنا على الطاوله، لو انتم تشوفون ما ادري وش هذه الزعنفه غريبه. هي الزعنفه بعدين ثقيله ترى، ثقيله. اي مش بالامر الهين، يمكن لو ايوه لو هذه الزعنفه ترى كبيره، هي مو يعني صغيره. هي لا والحجم بعد يعني، بس تدري انا اول مره اشوفها للامانه. انا اقول لك بنتي عاشه لو تشوف عبالها هذه مالت لتر ميرمد بتقول جيبها لي البيت. هاي يسمونها المونوفين او الزعنفه الاحاديه. زين، وشنو الهدف منها يعني؟ الهدف منها هو النزول والصعود من اعماق بسرعه او بتكنيك افضل من الزعانف الثنائيه او الزعانف العاديه اللي نستعملها. اوكي. التكنيك مالها شوي او اسلوب استعمالها شوي مختلف، ولكن مع التمرين اذا عرفت شلون تستعملها عدل بتوفر عليك وايد. اول شيء سرعتها في الماء جدا اسرع من الزعنفه الثنائيه. استعمالها اذا تعرف تستعملها عدل تقدر توفر اكسجين اكثر من استعمال الزعانف. ليش هي تقريبا يعني تعتبر زعنفه يعني واحده؟ اي الريول الاثنين يتحركون نفس مع نفس الوقت. اي اي هذا يعطيك يعني مجال انه يكون الاكسجين اكثر او تحافظ على الاكسجين، ان الحركه مالتك تكون اقل انسيابيه، يعني انسيابيه اكثر في الماء، وتتوفر الاكسجين، فتقدر انك توفر كميه اكسجين اكثر، وهي اكثر شيء نستعملها في الغوصات العميقه. اوكي. يكون الصعود فيها اسهل بالمونوفين او بالزعنفه الاحاديه. الحين لما نتكلم يعني انا اعتقد ان في تخاطر بيني وبين بثامر. الحين اوكي في الصعود سهل، لكن في النزول مو انت شلون تنزل تحاول ان رأسك يكون للأسفل وتحاول إنك تسبح. في كم من تخصص معادلة أعتقد إن في كم من تخصص موجودين في الغوص الحر. في شيء اسمه الوزن الثابت. نعم. اللي هو النزول. أيوة. نزول تنزل بالزعنفة. هذه هي. أيوة. إيه صحيح، بس لا هاي شوي اللي في الوزن. شلون طريقة النزول؟ أيوة. صح هذه هي.
هاي في الوزن المتحول. نعم. يكون في أداة اسمها السلد ويكون فيها وزن حتى انها تساعدك ان تساعدك تحت. بس الصعود طبعا يكون تقدر انك تختار تقدر تطلع بالمونوفين او تستعمل حبل. أوكي. انك تصعد للصعود. طيب كم تنزل كم متر الحين الرقم الموجود عندي في الوزن المتحول 83 متر. ونفس ما قلنا هو رقم مو بس قطري رقم خليجي. وعندنا في الفئة الثانية اسمها النو ليمت او لا حدود عندنا 94 متر. يعني انت جبت ال 94 وال 83 في الوزن المتحول. بعرف انا شلون الوزن المتحول. الوزن المتحول هو النزول بواسطة السلاد هاي يكون فيها وزن. حلو. ويشدك على تحت. اي فيها وزن وفيها بريك نفتح البريك فتصير انها تنزل الجسم. طبعا عشان. بعد 40 متر تصير جدا سريعة. وهو الفرق بينها وبين الوزن الثابت انه ما تقدر تتحكم في سرعتك وانت تنزل. هو انا معتمد على السرعه اللي موجوده عندي في السلد. طبعا بعد ال 40 متر تكون جدا سريعه يعني تقطع فوق المترين في الثانيه. بس طيب هذا مو خطر لان اللي انا افهمه قبل يوم كانوا يدخلونا في السنوركل اللي هي سلندرات. اعزائي المشاهدين السنوركل مو السنوركل عفوا السكوبا السكوبا دايفنج اللي هي سلندرات الغاز. لما تنزل شوي شوي عشان تعادل الاكسجين. طيب انت شلون تنزل بسرعه الحين عشان انت عندك بالضبط. الحين اذا تستعمل السلندرات سلندرات السكوبا هذه بعض اللقطات من نزولكم. اي صحيح. هاي كانت في اليونان وقت ما سجلنا الرقم القياسي في في منطقة اسمها كالاماتا في اليونان شهر 9 الماضي. الحين هذه كم نزلت وكم متر؟ 94 متر. 94 متر. كم استغرق؟ حول الثلاث دقائق أقل شوي من الثلاث طيب دقائق. طيب وإذا بتصعد كم يبي لك؟ لا هاي الغطسة كلها كاملة قرب الثلاث دقائق. يعني النزول نزول وطلوعي. يعني ثلاث دقائق وأنت حابس أنفاسك أمر مش طبيعي ترى. هاي يعني لو قاعدين يطلعون الشباب اللي جو حضر ويانا ويا خالد الحمادي كورسات أو مع فواز النعيمي. معروف خالد وفواز معروفين. الطلاب كلهم يقدرون يكتمون ثلاث دقائق بس بدون حركة. طبعا عشان حتى عشان يوفر الاكسجين اللي موجود. بس عشان كذا تقدر هذا النزول هذا يساعدكم في عدم الحركه والحفاظ على الاكسجين مثلا. هو مختلفه عن الوزن الثابت كل تخصص شوي مختلف عن الثاني. بس الشيء المختلف في الوزن المتحول ان النزول بيكون جدا سريع بعد حوالي 40 متر تكون السلد هاي تكون جدا سريعه. فالاعتماد كله على التاقلم جسمك مع الضغط وهذا وقدرتك انك تعادل. وهذا اللي نسأله الحين شلون انت تعادل الضغط وانت نازل بهالسرعه والاكسجين. ما هاي كلها الصعوبه كلها او ما بيستعمل كلمه الصعوبه لان ما في شيء صعب. التحديات الموجوده انه شلون جسمك يقدر يتاقلم مع المعادله السريعه. نعم. ومع الضغط طبعا نعرف ان كل ما ننزل 10 متر يزيد الضغط 1 بار بار واحد. نعم. فتخيل الحين على 94 متر هاي احنا نتكلم عنها فوق ال 10.5 بار. الناس يفكرون ان الصعوبه او التحدي الموجود بس في كتم النسم. لا الضغط في اشياء ثانيه. الضغط جدا نعم. يكون جدا قوي على الجسم الغواص. نعم. ونفس الموضوع ان تعلم ان شلون تقدر انك تعادل بهاي السرعه في السلد. طيب خلينا نتكلم عن المبتدئ. كم الوقت اللي يستغرقه على اساس انه يتعلم على الغوص بالطريقه هذه والنزول والموازنه بين الاكسجين كم تتوقع والضغط؟ لاني بيني وبينك ان بعض الناس يقول في خطوره على الرئه وفي خطوره نصرف على ايش. خلني بس اقول للمشاهدين ان الغوص الحر امن من انه واحد قاعد يلعب كوره في ملعب كره قدم. جميل. نشرحها هذه يعني. نشرحها يعني. والله يا اخي انا سلم جربه لسان طبيب الله لا يقوله ذاك اليوم بس خطر والله. بقول لازم لك الحين واحد يكون معك معك هذه حقت الاكسجين دخل الماء دخل الماء عليه من وش والثانيه الله يهديه ما كان من لو تسوي غوص حر ما كان عندك اجهزه وما صارت معك هاي السوالف كلها. زين خلينا نتكلم عن الوقت الزمني. نتكلم عن موضوع السلامه او انه شلون الغوص الحر ما في خطوره على الشخص اللي قاعد يمارس هالرياضه. كرة القدم أو لعب أي رياضة ثانية الشخص هو قاعد يرقب يجري في ملعب أو شيء قاعد يحاول يتنفس عشان يعوض استهلاك العضلات للأكسجين الموجود عنده. بس ما قاعد يتنفس بالسرعة الكافية عشان يعطي جسمه الأكسجين الكافي. في الغوص الحر الشخص ما قاعد يتنفس قاعد يستهلك الأكسجين اللي خزنه في الدم وفي الرئة وفي الحجاب الحاجز. لو خلص الأكسجين هاي شيء يصير الجسم فيه إمكانية إنه يفصل يقول عمره ما قاعد يعرف إيش هو قاعد يسوي وأنا قاعد يخلص عندي الأكسجين يروح لمرحلة اسمها مرحلة البلاك أوت أو الإغماء. هاي الإغماء يفصل عن الجسم كل الأوبشنات الموجودة وكل الحركة السمع حتى يوفر قد ما يقدر من الأكسجين بالضبط عشان يشغل المخ ويشغل القلب. طبعا الحين وين الخطورة صارت إذا الشخص قاعد يغوص بروحه إيش بيصير خلاص بالضبط. نقدر نقلل
الخطر الموجود في اي رياضه بان في شخص ثاني يكون موجود. من كذي انتم تقولون دائما خل معك بادي البادي صحيح البادي. نعم. يكون دائما واحد يغاوص واحد موجود فوق. نعم. وحتى ما يطلع الشخص الموجود تحت اللي فوق لازم ينتظر لمده 30 ثانيه يتاكد انه تنفس ورجع يدخل اكسجين ثاني مره لجسمه. نعم. بعدين يتابعه لمده 30 ثانيه وبعدين يقدر انه يبدلون الثاني الشخص الثاني اللي كان موجود فوق انه يغاوص. طبعا الخطوره نفس ما تكلمنا الغوص الحر ما في اي خطوره على على جسم الشخص او على الرئه او على وظائف المخ، بس نقدر نزود او نكبر مساحه الخطر الموجوده بان الشخص يكون يغاوص بروحه وما في حد موجود، ما في حد معه، ما في بادي موجود، ما في بادي معه، يعني لازم يكون في بادي معه. اكيد طبعا هاي طبعا خطر من الاخطاء، نشوف وايد شباب يروحون او يغوصون بروحهم او تشوف في حوادث تصير في الغوص الحر من فتره صغيره عندنا في الخليج كم من حادث. صحيح. هاي شباب كانوا يغوصون وما في حد موجود. المشكله تعرف ايش هو الواحد لما يبدا يقيس المخاطر، اي رياضه طبعا ترتب عليها مخاطر، لما تتكلم صحيح. سواء كره القدم ابو ثامر ولا اي رياضه فيها ان انت توصل الى مرحله معينه من المخاطر بس مش تفقد الحياه. اكيد هذه الرياضه المخاطر اللي فيها انك تفقد الحياه، فمصيبه يعني. فمن كذا احنا دائما نحب ان نوصي الناس والشباب اللي عندنا ترى وايد من هالقطر ينزلون ويغوصون يعني ويمارسون هذه الرياضه الجميله، اي مو لحالهم لكن كله ينزلون كجروبات. يمكن بعد يعني بعضهم ما يكون عنده الخبره. ما عنده الخبره اي. هذا خطر عليهم. صح. سألتني سؤال مهم، قلت لي كم الفترة اللي الشخص يقدر يتعلم فيها الغوص الحر؟ ما بتصدق إنه في مدة 3 أيام الشخص يقدر إنه يكتم نسم لمدة 3 دقائق ويقدر ينزل 20 متر. أنا أول ما بديت، أنا طبعاً أنا كنت طالب عند خالد الحمادي، كنت أمارس رياضة الغوص الحر بدون أي دراية وبدون أي معرفة أو بدون ما أتعلم أو أكون موجود في كورس. مجرد مدة 3 أيام فتحت عيوني على جزء ثاني أو قللت المخاطر والأخطاء اللي أنا كنت أسويها مجرد 3 أيام. طبعا مستواي تحسن، تعلمت أشياء وايد في مدة 3 أيام فقط. صحيح. فشباب شوي إن هم يحاولون يروحون يوتيوب أو يسمعون كلام من ربعهم أو شيء، وهاي شيء جدا خطير. يعني أنت الآن تقولي 3 أيام تعلمت فيها. طيب بنرجع لهذا بعد الفاصل. أخونا عمرو مشاهدين الكرام خلونا ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نتابع حوارنا مع ضيفنا الكريم. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، نرجع مرة ثانية مع الكابتن عمرو الحمد صاحب الرقم القياسي الإقطري الخليجي للغوص الحر، وذلك للحديث عن هذه الرياضة الشيقة في نفس الوقت. مرحبا وسهلا فيك يا بوتين. يا مرحبا. حياك الله معنا. الله يحييك. حياك الله، سعداء بهذه العودة. ونرجع على موضوعنا 3 أيام. يمكن خلال يعني تحت الفاصل ذكر أن خلال يوم ممكن للإنسان يكتم النفس 3 دقائق. أنا شخصياً أشوف أن الأمر من التدريب طبعاً، بس نتكلم عن 24 ساعة يوم فقط ويستطيع الإنسان يكتم النفس 3 دقائق. أنا أشوف الموضوع أنه خطير وصعب جداً، لأني أنا سمعت أنه لابد أن يكون هناك تمرين للرئة لاستقبال كمية كبيرة من الأكسجين ومن ثم الواحد يقدر يكتم النفس. الحين بشرح لك الموضوع بشكل مبسط. فضل. احنا كاشخاص بالغين نستعمل الرئه عشان نتنفس. صحيح. الاطفال الصغار يستعملون الحجاب الحاجز عشان يتنفسون. هم قاعدين يتنفسون صح، احنا قاعدين نتنفس خطا. عشان احنا نستخدم الرئه احنا خطا. صحيح. استعمال الرئه مو للرئه غير مصممه انها تبادل غازات. التنفس عن طريق الحجاب الحاجز هو اللي يبدا يعطي فرصه اكثر للرئه انه يصير فيها تبادل غازات. احنا نستعمل الرئه، تحصل دائما الاولاد الصغار. هذه المعلومات الطبيه. معلومات طبية أو فسيولوجية عن علم الجسد والأشياء اللي جسمك قاعد يسويها. طيب. أوكي. التنفس عن طريق الحجاب الحاجز هذا أنتو الآن. إيه. هاي اللي إحنا نعلمك إياه في الدورة. تقدر إنك تخزن كمية أكثر من الأكسجين في الدم وتنزل دقات القلب خلال التنفس بالحجاب. صحيح. الحاجز. خلال التنفس بالحجاب الحاجز وتسوي شيء مهم جدا وهو تخفيض. أنت الحين لو كتمت نسم
اول شيء بتحس انك ابي اتنفس. التفكير العام او الموجود او الخاطئ ان الشخص نقص عنده مستوى الاكسجين، لا هو ارتفع مستوى ثاني اكسيد الكربون. صحيح. فانا الحين ابدا اعلمك انك تتنفس بالطريقه هاي من الحجاب الحاجز، تنزل مستوى ثاني اكسيد الكربون، تزود ارتفاع مستوى الاكسجين في الدم، وتقدر انك تنزل دقات القلب. حتى انا ما اروح المستشفى مرات لما يقيسون لي دقات القلب احاول العب وياهم في المستشفى، اتنفس من الحجاب الحاجز وانزل دقات القلب حتى هم يستغربون، يحصلون مستوى الاكسجين جدا عالي ويحصلون مستوى دقات القلب جدا منخفض. ماخذها تجربه انت. يقعدون يسالوني انت ماخذ ادويه، عندك مشكله، عندك شيء؟ فدائما انا اروح المستشفى هاي اسوي معاهم. يعني سهل والله تاخذ يعني اجازات عيل. خلينا نتكلم هاي في الموضوع بعدين، يعني مو على هواء. لازم يحاسبوا منك المستشفيات. زي احنا اللي نبي نقوله بالتاكيد، يعني انا ايد ابو ثامر ان مثل هذه تحتاج ايضا مرونه في جسم الانسان انه يكون متعود على مثل هذه. يعني هي مو بغريبه، لان بالاول اصلا حتى لما نتكلم عن ابائنا واجدادنا لما يدخلون البحر كانت هذه الوسيله، يعني ما عندهم سنوركل، ما عندهم عفوا سلندرات الغاز، فهو ينزل هو مستخدم طاقته اللي يقدر يتحكم فيها في الاكسجين الموجود. طيب انا بنقلك الى العالم الاخر. طيب احنا لما نجي نتكلم عن الغوص بنتكلم عن الغوص في المساء، شلون الواحد ما تكون عنده رهبة من هذا البحر ويكون أيضا مستوى الرؤية صعب؟ أنا قلت لك مساء أن ساعات لما يكون الماء مدلخ أو ما تقدر تشوف يكون أيضا مخيف بالنسبة لك كإنسان. صحيح. الغوص أكثر شيء في الليل يستعملونه الشباب اللي يغوصون سكوبا، يسمونه شيء اسمه النايت دايف أو الغوص الليلي. نعم. الـ طبعا هو تخصص من التخصصات اللي تقدر تعلمها في السكوبا أو الغوص بالسلندر. للغوص الحر حاول الشباب يعني مرات بعدين يكون الموضوع شوي صعب. لو تتذكر احنا قلنا دائما ان لازم يكون في شخص يغاوص وفي شخص موجود فوق. نعم. في الظلام ما اقدر اشوف الشخص الموجود تحت، فشوي انه يصير موضوع مختلف. بس في شباب تشوفهم هنا عندنا في الدوحه يتنورون في الليل. اي كشاف شيء. ف الموضوع موجود، بس طبعا يستعملون كشافات. أكيد. او شيء، ويكون العمق ما يكون يعني جدا عميق، يكون يمكن 3 متر 4 متر او شيء. بس كاعماق في السكوبا في الفري دايفنج او الغوص الحر الاعماق مفتوحه. اي في الليل عاده ما نمارس الرياضه. طيب في الليل خلني ارجع لموضوع طريقه التنفس. بعيدا عن البحر والغوص، وشلون نتنفس بالحجاب الحاجز؟ اي رونا الطريقه هذه. تعال احضر ويانا الكورس. لا 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 خاف الحين ابيها على الهواء. خاف الحين اعلم الناس كلهم يقعدون. طيب وش في اذا يروحون كلهم ياخذون اجازات الحين؟ لا لا ما حد بياخذ اجازه، احنا قلناها هالشكل مجازا بس عشان نرمي على وياك الطريقه بس. يعني الان هذا النفس العادي صح؟ طبعا اول شيء احنا في الغوص الحر ما نتنفس من الخشم، لان الخشم موجود داخل النظاره. التنفس يكون اوكي مسكر بهذا. ايه طيب الفم. صحيح. طيب يكون من عن طريق الفم. طيب اوكي، اذا حطيت يد موجوده فوق بس عشان المايك حطيت يد موجوده فوق ويد موجوده تحت، اذا تنفست من الرئه هني صدري هو اللي ارتفع. صحيح. بس اذا تنفست من الحجاب الحاجز وشيء ثاني، اذا بديت اني اعبي هواء الاول في الحجاب الحاجز بيوفر لي مسافه اكبر في مساحه اكثر داخل المنطقه داخل ايه داخل الرئه. فالشخص العادي اذا قلت له اسحب خذ نسم او شيء بيسوي وبيوقف. صح. احنا طبعا انا ما ابي اراوي الجمهور. هاي طريقه شوي متطوره ان انت اقدر اعبي. طبعا هاي شوي نعلمها في المستوى الثالث. اوكي صحيح معك، بس نقطة بس أعزائي المشاهدين، هو أنا ما عرفت ما فهمت شو طريقة النفس يعني هو أشوفها واحدة. يعني أبو تميم لما يسوي هذه مثل التقنيات اللي يسويها ترى هو كاسر الرقم القياسي. نعيد ونذكر هو كسر الرقم القياسي على مستوى الخليج، فأكيد مثل هذه المهارات تحتاج إلى شخص يمكن يكون أكيد متمرس. يوم واحد. لا لا بس طبعاً المستوى الأول نفس ما تكلمنا، المستوى الأول جسم إنسان طبعاً ما نعلم فيه أشياء متطورة، يكون الأشياء بس اللازمة أن الشخص يكتم نسم لمدة 3 دقائق ويقدر ينزل ويصعد من 20 متر. تذكرني على يوم المدرس لما يعصب عليك يقول سكوت ولا نسم ولا نفس ولا نسم ولا لا بس والله لو متعلم فري دايفنج كنت كتبت لسه 3 دقائق. طريقه تتكلم يكون صعب. طريقه اخذ النفس غريبه الحقيقه، انا بحاول اجربها اليوم وبشوف بعد التصوير ان شاء الله. بعد التصوير ان شاء الله بنعلمكم. زين او بجيك ان شاء الله. زين انا ودي اسال، طبعا احنا في اشياء ما شفناها، ودي اسالك عن النظاره وعن هذا تبع الانف، شو اسمه عفوا شو تسمونه؟ هاي اسمه النوس كليب او الفطام. هو نفس الفطام اللي كانوا اجدادنا يستعملونه في اي. وبغيت اسالك عن السكين، دائما كانوا يعني لما ننزل كل واحد يكون عنده السكين موجوده في الساق عزك الله، لكن شنو الشيء اللي انت تتوقع ان انت تشوفه في البحر ان انت تدافع نفسك عنه؟ يعني انا هذا السؤال تسكر بالطريقه هذه صح؟ صحيح. كذا زين
تكون موجودة. نتكلم عن شنو الأول؟ نتكلم عن موضوع 60؟ لا نتكلم عن هذه. نتكلم عن موضوع النظارة. طبعًا هاي مختلفة. مختلفة عن الماسك العادي اللي نستعمله في الغوص الحر ما أدري إذا. يعني إحنا عندنا أقل من دقيقتين فنحاول. إيه. يعني النظارة هاي المختلف عنها وعن الماسك اللي نستعمله إن الماسك كل ما ننزل لعمق أكثر نبي إن إحنا نعادل الماسك اللي إحنا لابسينه. يكون صعب شوي. صحيح. قاعد أستعمل الهواء نبي الهواء أستعمله أو الأكسجين أستعمله لنفسي مو عشان أعادل في الماسك. تعادل فيه. فهاي النظارة تتعبى من ماء البحر. نعم. والعدسة هني هاي تعدل الرؤية أو تصحح الرؤية. فأقدر أشوف فيها طبعًا مجال الرؤية جدًا بسيط بس إن أقدر أتصرف تحت أو أشوف الساعة الموجودة عندي. إيه؟ نعم. الفطام طبعًا نستعمله لأن أستعمله إني عادل. بدال ما إني أستعمل أحط يدي على الخشم أقدر إني أعادل بدون. بدون ما حلو. طيب انت ذكرت ان هذه الرؤيه فيها راح تكون ضعيفه. إيه؟ طيب يعني ما في نظاره غيرها تعطيني رؤيه او مساحه تحت؟ النظاره الثانيه ليش؟ النظاره الثانيه كل ما نزلنا تحت يكون دخلها فيه هواء. لازم طبعا انت تسوي سكوب وتعرف لازم تعادل النظاره. فانا الحين بين انه هو يبي يوفر اي حركه ابي اوفر على اوفر الاكسجين لي انا مو استعمل الاكسجين عشان اعادل في النظاره. يقصد نفس هذه يعني. اي اوكي بس طيب ما في خوذه ممكن البسها يكون فيها النظر زين؟ أي انا انزل شيء. اغوص 60 33 متر او 40 متر والنظر عندي بعد ضعيف هذا الوضع صعب. خطر والله. خطر. طبعا هاي تستعمل فقط مو للصيد او للغوص العادي. هاي تستعمل الاعماق بحيث اني اقدر اوفر اكبر كمية أكسجين ما أقدر عادل. إيه؟ زين. ولا تنسى سالفة السكين قبل لا نختم معك. شنو الشيء اللي ممكن أنت تشوفه تحت؟ هو يعني؟ طبعًا مش موضوع إن أقدر أدافع عن نفسي أو شيء تحت بس إن تحصل فيه مرات إن فيه غزول أو فيه حبال أو فيه شيء. وتخاف إن شيء. تخيل إنك إيه؟ إنك تستعملها إنك طبعًا إنك تقطع فيها الحبال أو أي شيء تشربكت فيه. نعم. في الغوصل الحر أو في الصيد تستعملها إنك تذبح فيها السمكة عشان ما يجيك شارك أو شيء أو خصوصاً إذا كان الغوصل الحر مثل ما قلت إن الواحد يكتم النفس فيحتاج مثل هذه المواد بالضبط. يستخدمها لينقذ نفسه. عموماً إحنا سعدنا بالحوار معك كابتن عمرو الحمد. نقول بيض الله وجهك أيضاً على هذا الإنجاز صاحب بيض. الرقم القياسي القطري الخليجي للغوص الحر. وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا معك لقاءات بإذن الله في المستقبل إن شاء الله القريب وتحقيق أيضاً بطولات أخرى إن شاء الله. شكراً. حياك الله وياك. إذن أعزائي المشاهدين وفي موضوع آخر أطلق المركز الإعلامي للشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة مبادرة جديدة بعنوان بإعلامنا نرتقي. وقد أعلن هذا المركز عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مؤتمر صحفي. أعلن المركز الإعلامي للشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق مبادرة بإعلامنا نرتقي، وذلك بهدف تعزيز المهارات الإعلامية لأصحاب الحسابات القطرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي وضبط الطرح الإعلامي ليكون معبراً عن أخلاقيات وسمو الشعب القطري في مختلف القضايا. أطلقنا هذه المبادرة باسم بإعلامنا نرتقي، وهي مبادرة تخص شباب التواصل الاجتماعي وأنها تكون تحت مظلة للدولة موحدة ويكون سند لهم وأيضا دافع لنا أن احنا نرتقي أيضا بشباب التواصل الاجتماعي. راح نوفر للأخوة كثير من الدورات وكثير من الورش العملية الفعلية عشان نرتقي أيضا بإعلامنا كما سمينا هذه المبادرة. هذا ويقوم المركز الإعلامي للشباب حالياً على وضع ميثاق عمل إعلامي، ولتكون هناك استراتيجية واضحة للعمل الإعلامي في الدولة لنشر القيم الإيجابية في المجتمع واحترام الآخر وحفظ الحقوق العامة. مشاهدينا الكرام، هذا التقرير طبعا يتكلم كيف نرتقي بإعلامنا، كيف نرتقي أيضا بكلماتنا صحيح. خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأتوقع أن هذا هو بالأكيد هذا ما تعودنا عليه في بلدنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وكذلك في ديننا الإسلامي. بالتأكيد يعني هذا الأمر جدا ممتاز. إحنا أيضا لما نشوف مشاهير التواصل الاجتماعي ينتقون يختارون الكلمات لأنهم بالأول وبالأخير ترى هم نعم بالتأكيد يكونون قدوة. يعني إحنا يا جماعة الخير دائما نقول ترى في أطفال
يتابعونكم في ناس مختلفين يتابعونكم في كل واحد محبينهم نعم. أيضا فالواحد يكون يحاسب على الكلمات اللي يختارها حتى يظهر في أفضل صورة. وبالتأكيد الأشياء المختلفة البسيطة ما تمثل إلا الأشخاص نفسهم, من جذي إحنا نكون منتقين وعلى قولتهم نكون بيكي وسلكتب. إذن أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونتابع بعده فقرة الليلة من ترحيب, خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وننتقل إلى موضوع آخر. في عصر التطور الرقمي والتكنولوجي جميعنا يفكر بامتلاك آخر تقنيات هذا التطور ومن بينها الكاميرات الرقمية الديجيتال, لكن اختيار الكاميرا الرقمية المناسبة للجميع تقريبا أصبح صعبا جدا في الوقت الراهن, وذلك صحيح. بسبب وجود أنواع لا تعد ولا تحصى من أنواع وأشكال هذه الكاميرات. بالتأكيد أبو ثامر لتسهيل هذا الموضوع بيكون معنا أو معنا الآن في الاستديو السيد عبد الله حمدان المنائي, هو مصور فوتوغرافي يحاول أن يعرفنا أكثر عن كيفية اختيار الكاميرات وأيضا أنواعها واختصاصاتها. نقول مرحبا ومسهلا فيك, حياك الله ويانا. يا مرحبا ومسهلا, حياك الله يا أبو حمدان, سعداء بتواجدك. الحقيقة اليوم المواضيع شيقة صحيح, من الغوص الى الكاميرات ايضا المخيم كل الحلقات باذن الله, حتى بالغوص بعد في كاميرات بعد في كاميرات نعم, نعم. صحيح. طيب خلني ارجع, يمكن يعني اول سؤال دائما يتبادر في الذهن وبخصوص هذا الموضوع, واحد حاب يبتدي في التصوير صحيح. يشوف انه خايف من المجازفه بانتقاء كاميرا مميزه, شيء ياخذ مبتدئ لازم المبتدئ ياخذ الكاميرات السيمي بروفيشنال اللي هي الكاميرات اللي هي احنا نسميها حق الهواء يعني اللي ما تعدى اسعاره فوق 3000-3500 ماكسيمم يعني اللي فيها اشياء وايد اوتوماتيكيه تحط مثلا أيوة يطلع لك بورتريت أيوة ممكن اي ممكن تستخدم الاشياء اللي موجوده صحيح. في الاوتوماتيك وفي اشياء ممكن تستخدمها هي بعد هذه وش الكاميرا هذه هذه حق الهواء هذه الكاميرا اللي هي لا هذه هذه البروفيشنال هذه التصوير الرياضي تصوير رياضي اللي هذه ايوه يعني الاكشنات والاشياء اللي تصير الاحداث الرياضيه يعني هذه كم تصور في الثانيه او في الدقيقه هذه تقريبا 12 فريم في الثانيه وممكن توصل 14 فريم في الثانيه في الثانيه تكلم يعني لمحه طيب وهذه اللي في الوسط هذه بالوسط السوني السوني هذه بعد فل فريم بعد هي تعتبر احترافيه بس فريماتها اقل يعني ما تصور تصوير رياضي طيب في الثانيه كم تصور هذه تقريبا 3-4 فريمات الثانيه ابو حمدان الثانيه اللي احنا هذه حق الهواء اللي هي البدايه الناس اللي هاي اسعارها تقريبا في 3000-3500 هذا وش كانون اي كانون كانون وتستخدم حق الهواء المبتدئين اللي هم يعني هذه تقريبا حق المرحله المتوسطه هذيك اللي في النص حق المرحله المتوسطه يعني عديت مرحله أي. الهواء توصل حق يعني هذه المحترف مثل ما نقول وهذه حقه اللي تعدى مرحله الهواء يعني المرحله المتوسطه اللي هذه في النص طبعا اللي في النص نشكر مخرجنا علي ابو شارب اعطانا صورتها هي الكاميرا اللي في النص اللي هي تقريبا بعد مرحلة الابتدائية أو المبتدئين بمعنى أصح ينتقل للمرحلة الثانية أيضا كان ترتيبها من أبو حمدان صح. الهواة وكذلك اللي انتقلوا إلى الدرجة الثانية ومن ثم الدرجة الأولى نعم. الأمر صعب أبو حمدان والله هو مو بصعب بس إذا أنت عرفت شنو غرضك من التصوير وشنو المجال اللي أنت بتصور فيه يعني كثير من الناس يضيع يقول لك أنا بصور أبي كاميرا وعدسة وأصور كل شيء ما يصير كل شيء لا بد تحدد شنو موضوعك كذا أنت بتصور لاندسكيب بتحول على تصوير الطبيعة تقدر تأخذ لها عدسة معينة وكاميرا أيوة إذا كنت نوقف عند النقطة هذه يعني الآن إذا بصور الطبيعة أنا عندي عدسات لازم تكون موجودة أيوة. على أساس إني أقدر أصور نعم. البحر مثلا يمكن يكون له عدسة نعم هي يعني مثلا إذا بصور أشخاص بورتريهات أو هذا تحتاج أنت عدسة
يعني خاصه حق تصوير البورتريهات عكس عدسات مثلا لاندسكيب. لاندسكيب تحتاج الوايد اكثر الوايد. تحتاج اللي هي الرؤيه الاوسع. انت بالبورتري ما تبي تحتاج الرؤيه الاوسع، تبي اللي هي الكلوز لان تبي تصوره بشكل طولي. صحيح. بالتالي هاي لها عدسات وهذا لها عدسات. المفهوم ان انا بكاميرا حق كل شيء يعني موجود حق الهواء يعني كاميرا عدسه تقدر تاخذ زوم وتقدر تاخذ وايد يعني فيها تشمل الاثنين. طيب بحمدان انا بسالك للامانه تبارك الله احنا الحين نشوف يمكن في اخر ثلاثة او اربع سنين شفنا عدد كبير من الشباب وبنات هالقطر يعني توجهوا الى التصوير الفوتوغرافي وانواع ثانيه من التصوير. ما نبي ننسى ايضا مطافي يوفر كثير من الدورات وايضا الاشراف على مثل هذه الاشياء. شنو سبب هذه الطفره النوعيه اللي صارت عندنا وايضا الإقبال. صار في اقبال شديد ايضا على حتى التصوير عن طريق التلفون بعد قاموا يحطون عدسات يحطون لها عدسات وترايبوت وكل شيء ستاندرد. طيب وش اللي صار وش اللي تغير؟ والله السوشيال ميديا اثرت. السوشيال ميديا يعني عندك انستغرام عندك تويتر عندك يعني شجعت على هذه والشباب تغير المفهوم عندهم تغير. احنا كلنا نعيش الحين في شيء يسمونه ثقافه الصوره. لو تلاحظ انت في البيت عندك تلفزيون تشوفه في المجلس تلقى فيه صور تلقى في الشوارع اعلانات تجاريه صور يعني احنا كلنا نعيش في كل مكان نتعايش مع هالاجواء. طيب خلينا نتكلم عن بعض المسميات في الكاميرات اللي فل فريم فريم مقطوع يمكن احنا ما نفهم فيها بشكل كبير لكن يمكن المصورين هم اخبر بهذا. خليني ابسط لك هو هو حجم السنسر بالضبط داخل الكاميرا. هو ابسط لك بمثال لو انت عندك منظر تشوفه من شباك صغير حلو جميل هذا الفريم المقطوع اذا تشوفه من شباك اكبر طبعا هذا الفل فريم. يعني نتكلم عن العدسه احنا لا اتكلم عن داخل الكاميرا استقبال الاضاءه جميل. يعني الكاميرا دائما اللي تيك مثلا كروب سنسر اللي هي اسعارها رخيصه يعني من بين تقريبا من 3000 لحد 7000 ماكسيمم تطلع سعر. هذه الاولى هي الاولى في بعد انواع منها احسن واحده الفل فريم هذا اللي هي سون هذا النص النص هذه مجال الرؤية أكبر عندك يعني تقدر تشوف وتعطيك الكواليتي أوضح الجود أحسن. بعد في اللو لايت يعني إذا كنت في الإضاءات المنخفضة تعطيك يعني التشويش فيها أقل. تميز أنها تقدر تصيد تفاصيل أكثر في الصورة. سبحان الله يعني شوف هذه كل واحدة لها اختصاصها والله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الملكة في عين الإنسان هي تقوم بكل هذه الوظائف بدون أدنى حس أو إرادة من الإنسان. سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. طيب أنا ودي أسألك أبو حمدان الحين إحنا نشوف ساعات بعض التصوير تشوف مثلا وردة عليها مثلا نحلة ويطلع لك كافة التفاصيل في هذه النحلة ويبين لك الإعجاز اللي فيها وطريقتها تحس أن النحلة هذه كبيرة. وش هذه طريقة هذه يستخدم عدسات مايكرو عدسات متخصصة تقرب الأشياء للسمع أصلا ما يكون قريب يعني؟ منها هو ما يكون قريب منها يعني يكون في فاصل يعني في أنواع من عدسات المايكرو في 50 وفي في 60 وفي الله يسلمك 100 وفي 180 يعني في أحجام في العدسات. إذا كانت الأشياء مثلا مثل احنا نقول الداب أو هالأشياء اللي هي ممكن يعني تضرك تكون في عدسات خاصة شوي تعطيك مسافة أكبر وتدخل على أجزاء عشان تكون فترة أمان لك أنت كمصور عشان تقدر تصور. وفي بعض الأشياء مثلا حساس من صوت الإنسان أو كذا بالتالي تحتاج لأنت عدسات مايكرو تكون ذات بعد أكبر. بس عامة هي الشائعة هي المية مايكرو وتستخدم بس هذه بعد أنت تلقاها التقط صورة الحشرة على هاي خذ فترة يعني الناس تفكر أنها الصورة تطلع من أول لقطة لا طبعا تأخذ هذه اللقطات أو هذا اللي نشاهده أمامكم على الشاشة هي من تصوير السيد عبد الله حمدان المناعي. أبو حمدان نقول بيض الله وجهك على هذه اللقطات لمسات جميلة طبعا يمكن بعض الفريمات تحس انها رسمة انا والله كنت اظنها رسمة هذه اي ولكن هي هي صورة محولة على البلاك اند وايت. سبحان الله البلاك اند وايت يعني تحس ان يعني الناس تستهويها ايضا يمكن تطلع تجريد الصورة اكثر. ما ادري هو علم يعني قائم بذاته. انت عندك هو فعلا علم ليش ان عندك انت لازم يكون فيه الابيض والاسود صحيح
وما بين الدرجتين هذه اللي هو الرمادي. صحيح. الرمادي عاد يبتدي من فاتح لحد ما يوصل قريب الأسود. زين أبو حمدان، خليني أقول لك التقنيات هذه اللي نزلت على الكاميرات وعلى التصوير، هل نقول إنها هي سبب شهرة بعض المصورين من وجهة نظرك؟ يعني لا، ممكن تكون الصورة عادية ولكن مع التقنيات هذه الجديدة أعطتها لون أو شكل ثاني. هي أنا أقول لك هي المعرفة في الأخير، أنت اللي حجمك أنت. أيوة، أنت أول شيء شنو هو الكاميرا؟ الحين في ناس ما تأخذ كاميرا يمكن أغلى الأشياء لكن النتائج تكون تعبانة. ليش؟ لأنه ما عنده معرفة بالتكنيك الكاميرا أو شنو المنيو اللي في الموجود في الكاميرا أو شلون يستغل طاقة الكاميرا نفسها. يعني تقصد أنت الزاوية، لكن التأثيرات هذه ما لها علاقة في الصورة. لا، انت تاثيرات هذه التكنيك انت تعملها، التقنيات يعني. التقنيات يعني مثلا اذا شفت مثلا النجوم هذا لازم تحتاج عدسه معينه وتاخذ مثلا وقت معين. يعني انت تصور مثلا كل نص دقيقه صوره بحيث انك تطلع الستارت هذه النجوم وهي تتحرك. صحيح. يعني هي بلها اعداد ومعرفه. ليش انا قلت لك معرفه؟ لازم تعرف التكنيك نفسه. اذا انت ما تكون معرفه التكنيك في الاخير ما تطلع الصوره اللي انت تبغيها. طيب انا ودي اسالك الان ابو حمدان، يعني لو نقول ان احنا عندنا موهبه في البيت، مثلا حد من عيالنا موجودين وعندهم هالموهبه، نبي نطورها، شلون نعلمهم؟ نبي الناس اللي فعلا تعلمهم التعليم الصحيح، تعلمهم بطريقه زينه. والله شوف، احنا عندنا الحمد لله فضل من الله، عندنا معهد الجزيره للتدريب والتطوير. هاي يطرح حق النشء، حق سنهم صغار، ويطرح حق الدورات اللي هي العدلس الكبار. وعندنا بعد ايضا مركز الهواء للتصوير في كتارة. مركز عفوا شو اسمه؟ الهواء. الهواء، نعم، الشبابي للهواء. وبعد يطرح دورات متخصصه في بعض التكنيكات والتصوير. يعني نقدر نقول عندنا اللي هو، وعندنا مالت المطاطي في ثلاثيه ما شاء الله عندنا كتارة. كل هذه مهيئه الحقيقه للموهوبين. طيب في ختام هذا اللقاء، كلمه او نصيحه توجهها للمصورين؟ أنا لازم يعني أن واحد يأخذ دورة الأساسيات. أنت أي شيء تبتدي فيه لازم تأسس له. صحيح. وهذا الأساس أن أنت تعرف على الأقل شنو تحتوي الكاميرا، شنو المنيو، شنو الأدوات، شنو الأزرة. في ناس كثير ما تعرف، بس تأخذ الكاميرا تحطها على الأوتو وتصور. صحيح. لكن هي ممكن يطلع صور حلوة وأفضل لو كان عنده معرفة بال محتوى الكاميرا نفسها. بالتأكيد. احنا نشكرك على حضورك معنا اليوم يا ابو حمدان، وايضا فخورين مثل هذا الانجاز ومثل هذه المعرفة العلمية الشديدة اللي نشوفها فيك وفي ايضا الشباب والبنات اللي عندهم هذه الهواية الجميلة جدا. شكرا على حضورك معنا. بيض الله وجهك ابو حمدان، وفالك التوفيق باذن الله. مشاهدينا الكرام، مع ضيفنا الكريم عبد الله حمدان المناعي المبدع دائما وابدا، وصلنا الى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج ترحيب. إلى أن نلتقي معكم بإذن الله، نترككم برعاية الله وإلى اللقاء. يا معلم.